بارك الله فيك. سؤال للشيخ، لماذا تنصحون أهالي بورسعيد خاصة وشعب مصر عامة بمناسبة يوم 25 من يناير وكذلك يوم 26 من يناير القادمين إن شاء الله تعالى؟ أنصح إخواني بدعاء الله وبالقنوت كي يسلم الله البلاد وكي يحفظ الله العباد وأن يرد المسيء للمحسن وأن يجعل شريعته وكلمته هي العليا، وأنصحهم بالمحافظة على أمن البلاد، فالأمن نعمة امتن الله بها على عباده، فقال وهو أصدق القائلين ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.